واش لافامي صباح الخير عليكم، مرحبا بكم. نهار جيت في تفراوت عرفتي ضربي واحد الجبل باش نوصلوا للصخور الملونه في ديال تفراوت. كاينه الطبقه هي اللور، سبقناهم مع الدراري فيا اللي يدوي. هاهما كنظن يكونوا كيبانوا لكم دابا، باقي بعاد غادي نوصلوا ليهم. حتى نوصلوا وسطهم عاد غادي نخدم هاد المره الكاميرا حيت شوفوا المستوى القفار والحرارة فوق 40، يعني صبروا معايا حتى نوصل الصخور الملونة. عييت عييت عييت. هيا سير سير زعما راه فوز على قمة في الجبال الملونة وعييت. يلا بصح حكيم اش اخويا كاين شي سفرة ها اش بان ليك؟ والاخرين اللي جايين معنا مزاج، الاخرين اللي جايين معنا مزاج ما كيبانوا لينا في الجبوله. الجبوله مزاج ما بانوا لينا، مازال ما ضربوا ديك الجبوله. بيتشوب بيتشوب حبيبي بيتشوب. حنا دابا في اعلى قمه في الجبال الملونه، داكشي عالي بزاف. عياني الاخرين اليوم الصخور جوني اختي ملونه واحد جوج ثلاثة اللي ما جاش متى، واحد جوج ثلاثة اللي ما جاش متى. احنا رجعنا من ديك القمة العالمية الخطيرة من داك والو واحد 15 مصورين بالزرق تيقول لك منظر هائل رائع. انقذونا بغينا الماء 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 ما طايب ولينا كنشربوا الماء طايب. عيساوة فتاي ولكن خصنا عيساوة. حنايا حشومة عليكم تعديتوا على حسنا
تهديت على حنان ماستر شاف. ما كاين لا ماستر شاف على ما ودي الكوزينه. تهديت على حنان ماستر شاف عباد الله. جايه فرحانه شوف عليك الشلال. واخا الله راه كيزعب ليا الشلال. زعيمنا قالوا لنا غنشوفوا المآثر التاريخيه ديال تفراوت. باغا لا عرفتي واحد الطريق باقي لينا شوفوا شوفوا. دور دوري شوفوا. ويلي شوفوا هادشي هادشي غير اللي كيبان لكم. انا عايز معايا زعما باش نشري لي سفوني. كاين الحوار هاكا حنا الحجر حنا الحجر. ها فيصل وي هادو الثوب ديال عجرانه ولا ما عرفتش صايي في ديك مراش. كنت كندوز مكبره عليهم ودابا في هاد اللحظه فيصل بحال فيصل حياني الله حتى جيت قاعد تفرود تصور مع جوج صغار اسمو غير بالزرق. ها هو ثاني هذاك اللي ربح ان شاء الله شفتوه باش ما تقولوش راه ما شفتوش داك الشيء غير صحيح راه واش اخويا داك الشيء كاين حاضر لا والو تفججتي غير غير حطك ودابا غادي نمشيو عاوتاني للبيسين وغادي يعوم لينا ثاني حتى فروت صح في الباج ديالك درت واحد ستاتيو قلت فيه الناس اللي ما جاوش فروت كومونتيو احطوا لي الادريس ديالهم في كومونتير لاباج باش غادي نتقدا لي سيفونير كاع دوك اللي حطوا لي لي كومونتير ديالهم كاع دوك اللي حطوا لي الادريس ديالهم في كومونتير في الباج ديال فيسبوك غادي نتقدا ليهم لي سيفونير ملي غادي يوصل اكادير كل واحد غادي يصيفط ليه سيفونير ديالو في البوسطه غيوصلو لطاب الطاج ودابا غادي نتلاحو لا بيسين تشوفو في لا بيسين وغادي نجربو الجو برو لاول تجربه اول مره. فامي احنا دابا وصلنا تيزنيت وصلنا تيزنيت بالليل هو يوسف غادي ساليت مع 4 ايام اللي كيتسالني دوزت احسن 4 ايام في حياتي صراحه ما تسيد ما خصهاش بزاف من حقهم نادي كنشكر الدراري اللي دوزوا معنا هذا الوقت الزوين شكرا اللي في التريف دوزنا معكم وقت خاصه فيصل كنشكر جزيل الشكر بزاف لانه دعم معايا بزاف تستاهل من القلب قسما بالله راه غادي ندوز مع احسن وقيت اللي 4 ايام ما سخيداش باش تسالي كلها كانت طويله والله كنتمنى ان مره اخرى ان شاء الله نتلاقاو وكنشكر بزاف كنشكر الدراري كاملين شكرا فيصل شكرا جهاد الدراري اللي ما شافوناش مشاو بلا ما نسلموا عليهم سمحوا لينا طلعوا في راسكم شكرا كنبغيكم بزاف اون ذا فلوغ ديال هذا النهار ماشي هذا النهار ديال هذه الايام وصلت وقيتو باش يسالي غنقول لكم تيزنيت الله يا فريسكم حيت من تيزنيت غادي نمشي لبلاصه اخرى باش ندير لكم فلوغ ماشي نقول لكم سميد حتى تشوفوها في الفلوغ الجاي دونك الله يا فريسكم ما تنساوش تابوناو في لاشين بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم ديروا جيم لا فيديو ديروا جيم لا باج ديال فيسبوك كان معكم فيصل فلوغ تاع فلوغ جديد ان شاء الله وكنتمنى الفلوغ يعجبكم باي ديرها انت سير باي.